الصغر كنا نقش على الحجر. لا لا سوي سوي زوزو زوزو سبونسر الفيديو بتاعنا النهارده هو اوليم تريد، وللي ما يعرفوش ايه اوليم تريد هقول لكم دلوقتي حالا. هي عباره عن منصه للتداول الحديث متاحه حاليا في السوق، وتشمل ستوكس فوركس فيكسد تايم تريدنج وحتى كل العملات الرقميه المشفره. الميزه بقى اللي بتميز اوليم تريد عن غيرها هي معدل الربح المرتفع، ده غير كده وكده كمان ان هي بتديك فرصه على حساب تجريبي. الحساب التجريبي ده بيكون متاح ليك اول ما بتنتهي من عمليه التسجيل، وعشان تكونوا عارفين التسجيل مجاني 100%. الحساب التجريبي ده بتكون ميزته ان انت بتجرب وبتتداول من غير ما بتخسر ولا مليم. كل الفكره ان هم بيدوك الحساب التجريبي عشان تعرف ايه المجال اللي هتلاقي نفسك فيه تعرف تكسب منه. انا عن نفسي جربت في الحساب التجريبي وممتن جدا اوليم تريد ان هم موفرين لنا حساب تجريبي ان احنا نخش نجرب نتداول عليه من غير ما ندفع ولا مليم. وبعد ما بتخلصوا في الحساب التجريبي تقدروا بقى ان انتوا تحطوا فلوس عادي وتتداولوا عليها، بس للعلم ان وارد المكسب وارد الخساره. انا عن نفسي لما جربت اتداول على 100 دولار وزي ما انتوا شايفين كده جربت ان انا اتداول بيهم، كسبت على ال 100 دولار 90 دولار، يعني 90% مكسب. الاسواق الماليه والاستثمارات هي افكار معقده وبتحتاج لدراسه واهتمام. الكلام ده صحيح بس مش مع اوليم تريد. اوليم تريد الموضوع معاها بيكون ابسط واسهل بكتير. يلا بينا دلوقتي كلنا هنجرب التداول، لان انا واوليم تريد عاملين لكم شويه هدايا خاصين بالشوارجيه بس. هسيب لكم اللينك دلوقتي تحت في الديسكريبشن، انزلوا دوسوا عليه عشان اقول لكم ايه الثلاث هدايا اللي بنقدمهم لكم مع اوليم تريد. اول حاجه بتاخد 100,000 دولار بدل من 10,000 عشان خاطر تجرب تتداول بيهم، معاك 100,000 تجربه. تاني حاجه بتاخد 30% على اي مبلغ هتحطه ايداع. تالت حاجه بقى صندوق غنايم مميز هتحصل عليهم لانه مليان ادوات تداول قيمة. يلا بسرعه الحقوا سجلوا عن طريق اللينك اللي تحت في الديسكريبشن، لان العرض ده متاح لمده اسبوعين بس، بعدها مش هيبقى متاح. ويلا بينا نخش على الفيديو. احمد الشاه بتدور على ده؟ بتدور على زوزو؟ قاعد اصلا بتدور على زوزو؟ لا تعال صغير قاعد. اياك يا عمر، اياك اقسم بالله ما اموتك يا عمر. بتدور عليه؟ ابن اخواليه ابن اخواليه. عمر ما تستهبلش يا عمر، هات الواد يا جدعان، لازم نعلمه السباحه من وهو صغير. والله العظيم اياك يا عمر، والله ما اموتك. تعلم السباحه بالصغر كنا نقش على الحجر. لا لا سوي سوي زوزو 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 ابن اخويا. لا تاخد الشنطه بتاعته كمان. عزوز ايه؟ انتوا كنتوا خارجين معايا اللعبة؟ عمر ما تهزرش معايا. فين؟ عزوز الولا فين يا عمر؟ استنى عايز اشوفه، وانا هديني اللي دور عليه دلوقتي بسرعة. شنطة 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 عشان هيموتنا لو قابلنا هيموتنا. ده اخويا ليه؟ هنزل بسرعة هنزل بسرعة. استنى استنى انزل استنى. والله ما معايا. الولا فين يا عيب يا؟ والله ما معايا. اه وربنا ما معايا. الولا فين يا عمر؟ الولا فين يا عمر؟ جوه 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 هنا في البيت. جوه في البيت جوه في البيت. جوه هنا جوه في البيت. ما تستناش روح هاتن. والله من ايه؟ هات جوه في التكييف. ماشي ماشي. طب تعالى هات. تعالى ده منين جوه عشان يتكيف جوه في الاوضه بتاعتي. تعالى معاه. شعري شعري بس هات استنى غسله بشامبو بس. يتفهم في ايه؟ هنتفهم دلوقتي. انت عايز ايه؟ يتفهم في ايه؟ مش انت عايز ايه؟ عادي. انا مش عايز حاجه. انت دلوقتي انا مش عايز حاجه دلوقتي. انت اللي جاي ترازيني. مش عايز انا مش عايز حاجه. مش عايز زوز. اهم حاجه سليم يا عم. سليم مش سليم ما يخصكش انت. مالك ماشي دلوقتي انت. ايه ده بس يا عم؟ يا عم انا مش عايز حاجه كمان. احنا دلوقتي بنتكلم اهو. مش عايز اتكلم انا. انت جاي ليه؟ طب علي ليه يا ابني؟ يا عم انا عايز الصغيره تعمل فيها كده يا ابني. اوه يا ابني ما كملش الشهر. ستوب يا ابني. انت معاه معلمه السباحه. انت معاه يا عم. انا شاف معاه يا عم. مش انا اللي شاف. شاف معاه. انا كنت والله. وانت بتعمله ايه؟ انت بتعمله ايه؟ والله سيدي يا استاذ. انت بتعمله ايه؟ بص يا عم. يا عم مش عايز ايه يا اسطى؟ خلاص مش عايز اقعد. يا احمد بكيف
كانش حته يا بيه، ما كانش حته. هو انت عايز تسرق ربنا ولا ايه؟ شعري شعري يا اسطى، شعري يا ولد، شعري انا، شعري يا اسطى. بص تقطعش بتاع يا ابي احمد شعر يا ابي. يا ابني انا مش عايز اسمع صوتك، انا مش عايز اسمع صوتك ده، ما اسمعوش صوتك ده، ما اسمعوش. يا عم خلاص، ما انا ذاكر اهو. ماشي صوتك ده ما اسمعوش. طلع صغير، عايزين طلعنا انا، طلعونا انا، مش عارف احمي ابني. لا لا لا، انت راجل جدا يا احمد، انت زيد الرجاله يا ابو عبيد. في كلامك انت، انا كنت مستأمنكم، هدخلكم خليكم تعملوا تحديات تيك توك وتصوروا وتعملوا الافخال، اعملوا معانا كده. انا زهقت بجد، اتصرف انت بقى معاه، يعني مش لدرجه ان هو يعمل كده. انتوا عايزين ايه؟ انتوا عايزين ايه يا عيال؟ انا كنت عايز اعلم عزوز السباحه. السباحه من الصغر كان نقش على الحجر يا ابني. انت مفكر نفسك مين يا ابني؟ وانا رميته هو الحقيقي، ده عز المزيف، ده عز كده وكده. مش هنلمس ابنك تاني. لا لا، مش هنعمل كده حاجه، مش هنعمل خلاص. بعد اذنك خلاص، هنبات في الجناح احنا اصحابه. اوكي. يعني انتوا تدفعوا كام؟ اي حته بس بعيد عن ابني. في الجنينه مش هيجوا. مش هنلمس ابنك تاني. لا لا، مش هنعمل كده حاجه، مش هنعمل خلاص. الجنينه نو. ماشي هنروح هننزل بس نشتري لنا خيمه ننام فيها ومكيف كده عشان نتكيف عشان الجو بقى الصبح. اهم حاجه تجيب بس طرو طرطرو في البسي. ماشي. ومين هينزل في البسي؟ خلاص فكوا بعضكم يلا. لا تعالى ابي، تعالى فكينا بقى يا ابي احمد. ابي احمد شاور، فكوا بعضنا ازاي يا ده؟ تعالى بص عليك. اجي ابص عليك ازاي؟ لا لف لف كده. استنى لف. حاسب عمر زور او حاسب انت رقبتي بص بس كنت صابات مش على الاقل ازاي؟ لا يا عمر انت هتقلب وهتسيب ده كمان. يلا يلا يا عم فك نفسك بقى. هخش انا لا احنا قال لنا حدودنا الجنينه. ايه يا عم؟ ايه يا عم في ايه؟ كده لازم نجيب معدات للبقاء في الجنينه. ايوه جاي 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 جاي. دلوقتي المفروض ان احنا هننصب الخيمه، ننام بقى في جوه الخيمه بقى عشان ما نلبس قبل ما نفتح خالص، عشان احنا محترمين وبنسمع الكلام يعني. عملنا الخيمه زي ما انتم شايفين، اهم حاجه بس عشان تحمينا من العواصف والرمال والاتربه والحاجات دي. هنحتاج طبعا ايه؟ سريرين ننام عليهم وكرسيين كده عشان خاطر نمخمخ نشرب حاجه لذيذه كده عشان نقضي الليل هنا. زي ما انتم شايفين كده، كل واحد المفروض ان هو هيجيب مننا مرتبه على قده. انا طبعا صغنون جايب مرتبه صغنونه ورايا عصر. يا ابني يا دي مرتبه شيشنا. ما انا غني يا جدعان، فجايب مرتبه رايقه يا شباب. جايب مرتبة سلطان تعال. يا سوسو يا سلطان قلبي، انا سلطان قلبي، انا بورتو ام بيستور سلطان، وانتي حوار سلطان يا عصير. ايوه غني انت بقى. قلبك بتكيكي دي في قرعه ودي فيها زرعه بس بيتعمل. ايوه ده عدت ولا ايه؟ طبعا يا جدعان احنا دلوقتي زي ما انتم شايفين ده يعني هيبقى مكان، هي المفروض ان دي كانت خيمه مدلدله كده يعني مقفوله من كل النواحي، بس طبعا بتنصب علينا في كل حاجه بنروح نشتريها لان احنا مغفلين. زي الكلب ده كده مثلا بتنصب علينا فيه، بتقول ان هو كلب ذكي بس اغبى من الغباوه. اغبى منه ما شفتش اغبى كلب شفته في حياتي. بص تعال تعال سلطان غباوه، تعال يا حبيبي. ده يعني المفروض يعني باكله واجي اناديله يزوم عليا اللي هو كانه داخل يعضني. كلب بسم الله ما شاء الله عليه، ما شفتش بذكائك انت كنت ذكي. انت كلب بوليسي ولا كلب ايه بالظبط؟ احنا ننام امتى؟ تقعد ولا ايه؟ احنا ننام امتى؟ احنا دلوقتي بقى بما ان طبعا احمد شاور سمح لنا ان احنا ننام هنا في الليل، يعني ان احنا كل ده بنهود احمد شاور بنقول ان احنا مش هنعمل حاجه ولا هنيجي اما تعز ولا هنخش البيت. كل اللي احنا بنقوله ده اي كلام بقى يا جدعان. حاجات طرف في جيش جاي على الفيلا، المفروض ان احنا في انتظارهم، فاحنا هنقعد نريح شويه. هنعمل بس تحدي سريع كده لو عسكرينه وعلى ما الجيش يجي. هنام يابا. وبعد شويه Thank you.
ايه يا مصطفى؟ ازيك يا مصطفى؟ ايه دلوقتي احنا كنا زي ما كنت بقول لكم دلوقتي هنعمل تحدي مع العسكر عسكرينو. ما تعرفش تحرك شمال، انت في ايه يا ابني؟ انت بتاكل ايه يا ابني؟ ها؟ بتاكل ايه؟ يب. عمر الشغال ده كاتش خد كاتش عليك. بقول لكم اغبى كلب شفته في حياتي. بقى عم بقى. تعال نعمل تحدي على ما الجيش يجي، على ما فريق، على ما قوات الامدادات الدعم توصل. تعال هنعمل دلوقتي تحدي موت الموت. ولا مع فكره التحدي زي ما انتم شايفين، طبعا ده مش اعلان لسان توب، يعني سان توب ما ادونيش فلوس عشان اقول الكلام ده، انا بقوله من نفسي. دلوقتي زي ما انتم شايفين احنا كنا عايزين نجيب شاليمو، طبعا احلى عصير احنا بنحبه هو سان توب، والمصحف ده ما اعلان، ما ادونيش ولا جنيه، انا جايب البتاع ده على حسابي. احنا جبنا سان توب عشان خاطر فيه شاليمو، لان انا كنت عايز اجيب شاليمو بس ما لقيتش شاليمو، فقلت اجيب عصير سان توب. المهم ان فكره التحدي عباره عن ايه بقى؟ احنا هنفك العلبه كده، هنروح جايبين الشاليمو كده، هنروح مدخلينه كده في سان توب ماشي، بعدين نروح شاربين. هننزل انا وعسكرينه تحت الميه، كل واحد مننا بالشاليمو بيتنفس من تحت الميه بالشاليمو ازاي يعني؟ ويعدي حمام السباحه رايح جاي بس باستخدام الشاليمو كان التنفس كده. انا معايا الشاليمو بتاعي ماشي، كل واحد معاه شاليمو على قده يا عم، انا هريحه بقول له ماشي، اللي مننا دماغه هتطلع بره الميه هو اللي خسران. يلا جاهز؟ جاهز عسكرينه؟ هل انت جاهز هنا يا اطفال؟ هاي هاي كابتن. لا استنى حبيبي، استنى يا ابني، استنى يا ابني يا ابني. جاهزونا يا اطفال؟ يلا وان. بص هنروح ونرجع. أيوة. نفس واحد، احنا المفروض بنتنفس تحت الميه. يلا يلا 1 2 3. ما انا وانت حرامي ليه؟ انا انت حرامي مش تاني جنيه. ازاي حرامي يابا؟ انا مستني اشوفه هو بينزل عشان انزل. وانا نفسي مستنيك تنزل برضه. قال الواد ده مش سالك بربع جنيه. ربنا احنا الاثنين نسوبين. 1 2 3. بص برضه والله ما صرت انت ما نزلتش، انا بختبر وتعالى نظام، انا بختبرك برضه. يلا 1 2 3. يا جدعان الواد ده لو نصر اكتبه في الكومنتات، انا متاكد مليون في المئه ان الواد ده نصر. ايه يلا يا عم بقول لك ايه، تقريبا الضيوف وصلوا بيكلكسونا من بره. الجيش اللي احنا مستنيينه، احنا مش مستنيين اربعه ولا خمسه ولا سته ولا سبعه ولا ثمانيه، احنا مستنيين جيش. الفيلا النهارده هتبقى خراب. يلا عشان نفتح لهم.